FM. الكلمة ليك. شوغر شوغر نيكي ميناج ومارون فايف وصلنا ل 15 دقيقة. مرحبا بلي سمعوا فينا الكل على كابا فهم كيما وعدناكم. منورنا بشرفنا لهنا لمين النهدي. مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميرسي ميرسي يعطيكم الصحة على الاستقبال الحسن هذايا اللي كي العادة والعوايد ماهوش جديد بالنسبة لي. راك تجي هنا الحمامات ونلقى هالوجوه النيرة أنا نفرح. مرحبا بك. مرحبا بك أمين. عندي إسلام يوصل لك من حسين ساحلي. ايه على كل شيء بالبركه. هي محكيه بيناتكم على الدواره. ايه على الدواره هذيك قطار شو باش تولي معناتها كي طويله المساله ان شاء الله. دخلت ظهري دخلت القديد تو. لمين شنو لك؟ والله صباح الحمد لله. مسيره ماراثونيه كما تعرفوا يعني جوله كبيره من عام ناول ما ركحناش. من عام ناول العروض متواصله بنجاح جماهيري كبير نجاح فني كبير طلب كبير. والله بالمناسبه نحب نعتذر للناس اللي ما خلطوش بالنسبه لهذه الصائفه. نحب نقول لهم خاصة المهرجانات الكبيرة وحتى صغيرة ميسيرش نقول لهم إن شاء الله معناتها تكونوا محظوظين بالنسبة للموسم القادم. وفما ناس الغالب مانيش باش نلوم عليهم أما نقول لهم اكبسوا السنتورة شوية لأنه راهو المهرجان مش نقرروه قبل بثلاثة أربع أيام. تقول ما في بالناش بيه. فوالا ديما تقول ما في بالناش بيه المهرجان. إي معناتها تو مهرجان عريق كيما مهرجان كيف يعلمنا في آخر وقت اللي هو مهرجان في حونتي راهو فهمت. أنا نذكرك العام مدير مهرجان قلت أعطينا برجي بالنا شوية ما هاو الوليدات جايين من تونس والدنيا سخانة قال لي مد يدك لداركم تجبد الماء. يعني الحيد نتاع نتاع دارنا لاصق في الحومه فوالا جوست كذا القفصه. نعتذروا بالمناسبه ان شاء الله العام الجاي يكونوا حريصين كل الحرص باش يبداو تبارك الله على السفاقسيه نقولوها معناتها صراحه نظام كبير فوالا من ابتداء من شهر جانفي في الناس بداوا يبرمجوا فوالا ان شاء الله ان شاء الله يكون على منه ان شاء الله يا رب فوالا. دونك اكسبسيونيلمون اليوم جيت بحثنا واليوم فما العرض في المهرجان. وي انا نحب ياسر نابل ونحب ياسر جمهور نابل. هاو علاش نقول لكم لان اولا وبالذات انا كنت صغير خذيت اول جائزه في التمثيل وانا عمري 12 سنه في نابل. في نابل اي في, آه في وقتها عملنا مخيم كبير مخيم في الاشبال مش حتى كشاف ما زلت شبل. مش كشاف شبل ما زلت شبل لمين شبل عطي على الشيش شيبه. نحب ياسر نابل لانه كما قلت في عندي فيها تقاليد معناتها معناتها ذكريات حلوه ياسر ياسر ذكريات الطفوله التي لا تمحى كل شيء تنسى الا ذكريات الطفوله. وعندي هو نعرفوا اللي راهم حتى نابل هي عريقه في المسرح هي عندها تاريخ كبير هي كبير ياسر كيف نقول القرط بركه معناتها يكفي معناتها اسم يزلزل الدنيا بلا. على كل ان شاء الله الليله باش يكون الموعد مع الجمهور ما لثاني مره تقريب. المره الاخرى وقت عرضنا تسكر تباعت معناتها والتذاكر نزلت قبل بنهارين. اليوم نقول للعباد اللي يحبوا يمشيوا يتفرجوا يجريوا من توا باش تنجموا تحصلوا على التذاكر. كان خلطوا لي وليكم ربي ودويكا صعيب شويه باش تخلطوا لانه معناتها ويكاند سبت وكذا. على كل عرضين عرض اليوم وعرض غدوه فك المهرجان العزيز الغالي. اليوم لقينا الترحاب يعني من البارح لانه معناتها ليكيب تكنيك جات من البارح ولقينا كل الترحاب من اداره المهرجان اللي بالمناسبه نوجه لهم التحيه. منتصر الكل كلهم واقفين متجندين وهذا سي تري غار باش تلقاه في مهرجانات اخرى صعيبه. كل شيء منظم كل شيء منظم. مهرجانات اخرى صدقني معناتها المسؤولين يجيو يدزوا في ساقيهم يكركروا في جبايبهم يعني في اخر وقت يجيو كم تفرجي. احنا بالنسبه لنابل عودونا كما العاده ما اختي جينا نلقاو الاداره كامله جاهزه تستنى فينا واقل حاجه نطلبها فهمت. تفضل سلامين تفضل سلامين تفضل سلامين بارك الله فيك. اليوم عرض باش يكون ممتاز لانه انا البارح مرتاح محظوظين الناس حاضر. اليوم حاضر معناتها فيزيكمون معناتها بالكدا وغدوه كيف كيف معناتها والعروض مزيد متواصله عندنا تو بعد كان تحب نفصل شويه باش نركزوا على العرضين هذوما اللي هما هامين وبعدين تو نحكيوا على البرمجه اللي مازالت متواصله الى يوم 5 سبتمبر ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. دونك الليله على دليله من عام 2014 وصلنا لاكثر من 140 عرض. 140 عرض فعلا 140 عرض. الليله على دليله في كل العباد اللي تفرج اللي سالناهم العباد اللي تفرج فما عباد جات مره واثنين وثلاثه واربعه في كل عرض تتبدل في كل عرض فما جديد في كل عرض فما تجدد يحكيوا العباد بالشخصيات ولا على خاطر الشخصيات تنوع وكبيره واللي حاب يتذكر شخصيه يمشي لها خاطر 100 شخصيه صعيب باش كل مره يتذكرهم الكل. اللي حاب يتذكر شخصيات كيفاش الخدمه على ليلى على دليله التواصل نتاعها سر التواصل سر النجاح والطلب من العباد الكل. هو شوف هذاك هو سر المسرح بصفه عامه وبصفه خاصه عروض لمين نهدي
كيف نقولوا المسرح لانه عمل متحرك بالاساس مش عمل جامد مش كي التلفزه والا السينما. يعني التلفزه والسينما تصور حاجه ما تنجم كانت تنقص منها ما تنجمش تضيف عليها ولو كلمه ولو صوره ولو حركه ما تنجم. بينما المسرح هو عمل متحرك كل يوم ينجم يتغير كل يوم مع رد فعل المتفرج وحتى الفضاءات وحتى الاماكن معناتها تحتم عليك معناتها دي زامبروج ضد على مستوى الارتجال واللي هي معناتها ماهيش مسموحه للناس كلها مش الناس كلها مش معطى للناس الكل معناتها هذه موهبه يعطيك المولى سبحانه وتعالى وحضور ذهني وحضور معناتها تقني زاده والتجربه كبيره معناتها اللي معناتها باش تواصل وتثري العمل المسرحي نتاعك. انا مثلا في مسرحية أخرى يجيوني ناس يقولوا لي يا سي لمين راهو شفنا مثلا السردوك الريشو وإلا الكريتة مثلا قل شفناها 25 مرة نقول له كيفاش اثبت لي اللي أنت شفتها 25 مرة ويبدأ يسرسط لي في النص نتاع المسرحية وحفظها وكأنه معناتها هو كاتبها. حتى ميم لي زامبرو اللي نعملهم أنا في بعض الفضاءات نلقاهم معناتها عند المتفرجين. هذيك الحاجة الباهية في المسرح وتخلي المسرحية تعيش أكثر والعباد تتمتع أكثر والعباد تنجم تشوف للمرة مرات العديدة معناتها المسرحية. فم كيما قلت لك معناتها هذه الحاجة الباهية في المسرح والحمد لله والحمد لله. دونك ليلى دليلة اليوم شنو اللي تعطي الجمهور اليوم؟ اليوم برشا ضحك برشا برشا ضحك فريد جد فريد يعني بعد هالأزمات اللي قاعدين نعيشوا فيها ان شاء الله ما استعود يعني. ان شاء الله يا ربي احنا ديما نقولوا ان شاء الله وان شاء الله بحذر شديد. وراهو شوف الثقافة هو السلاح اللي السلاح الكبير ضد كل شيء ضد الإرهاب وضد معناتها اليأس وضد الخوف وضد كل شيء معناتها ما تصورش الإنسان اللي الباسم الإنسان الضحوك الإنسان حتى صحي راهو حتى صحي أنت شوف الإنسان اللي تلقاه عبوس وجهه في سما يطيح في سما يتكمش وفي سما يتعب والإنسان الضحوك معناتها وخاصة نشوف أنت شكون هما اللي في ساعة وجوههم تطيح هما السياسيين بين فريم هذاك من أعمالهم وعلاش خاطر ديما ماخذين مثلا من أعمالهم بينما الفنانين والمبدعين والمنشطين كما سيادتكم ومعناتها والتقدير الفنيين الناس اللي في الثقافه ديما وجوههم منوره والجمهور كذلك الحمد لله اللي مواكب اعمال الاعمال الفنيه وخاصه الاعمال الخالده الاعمال الكبيره الاعمال اللي تحمل شحنه كبيره من الوعي. هذا الشيء اللي وكذلك الضحك احنا ركزنا الليله مثلا برشا ضحك يعني برشا برشا تقريبا ساعتين من زمان والعباد شيخه والعباد عامله كيف قمنا بجوله اخيرا اخر عرض في دقه صدقني المهرجان الكبير هذاك نتاع دقه اللي هو معناتها مهرجان عريق عريق مهرجان كبير في بالك اللي مهرجان دقه راهو تعمل معناتها عام 1920 1920 معناتها من, من من اقدم المهرجانات يبا صدقني الفضاء غص بالمواطنين وضحكه تفردت العباد وجاوني بعد العرض وقالوا لي فريمون نحيت لنا خمجه على فريدة. هذاك علاش لمين ديما مطلوب هذاك علاش فما اليوم عرض في مهرجان نابلس الصيفي غدوه زاده تحكي لي على بقيه العروض. انا نقول لهم اجاوا الليله اذا كان ان شاء الله تلقاو بعض التذاكر غدوه كان صعيب شويه يوم الاثنين وهي شوف هي القائمه طويله ولكن احنا باش نحصروا شويه وسامحوني بالنسبه للمهرجانات اللي مانيش باش نذكرهم توا نعاود نذكرهم في مناسبات اخرى ولكن ربحا للوقت لانه تويك انا بحذاكم يعني في الاستوديو باش نمشي نحضر روحي للعرض. عندنا يوم الخميس 6 اوت مهرجان صفاقس الدولي شكون عرض الدولي اي عرض كبير زاد تويك بدات الدعايه وكما عودنا مهرجان صفاقس وجمهور صفاقس بالحضور. 8 اوت يعني نهار السبت زاد في بنزرت معناتها الزمكري اللي جايين الكل من الهجره كلها الوليدات اللي يستناو في ضحكه تونسيه محلاها يقول لك اون بيزوان ريحه البلاد فوالا اكزاكتومون ان شاء الله باش يكونوا على موعد كما قلت 8 اوت كذلك يوم 22 الحمامات هنا بحذاك حمامات صغيره معناتها راهو هي 840 بلاصه انا حاسبهم بالكرسي راهو لانه عندي علاقه عشره مع الحمامات. ويوم 30 اوت باش لاول مره وفي عرض ثاني في مهرجان قرطاج معناتها هو اور فيستيفال ولكن على مدارج وعلى ركح قرطاج ان شاء الله يعني جمهور قرطاج يحضروا روحهم باش يجيو لك السهريه الحلوه اللي عودتهم بها كالعاده. هما طالبوا العباد راهو بالخضر فيستيفال قرطاج السنه في البروغراماسيون خلينا نقولوا ما كانش مرضي لبرشا عباد والله شوف والله نرجعوا له في مره اخرى مهرجان قرطاج وحتى الحمامات راهو زوز مهرجانات السنه كانوا من اتاس البروغراماسيون على مستوى الحمامات اقل شويه الزوز معناتها لا الحضور كان ضعيف وضعيف جدا ونسبه المشاركه بالنسبه للتوانسه في الحمامات ضعيفه
وما شفناش معناتها وجوه بارزه ووجوه معناتها جديده، وخاصه غياب الشباب في مهرجان الحمامات. معناتها لازم نعطيه فرصه، هذه ثوره الشباب، نعطيه فرصه للشباب. الشباب في مهرجان الحمامات غايب كليا، غايب، وكذلك في كارتاج. لمين فما مساج باش نوصلوا من مستمعين اللي كلموني وقالوا لي في بالهم اللي اليوم يجي بحذانا لمين، دونك الكلمه يلزمني نوصلها وناخذ رايك فيها. كيف حكيت توا على الشباب، دونك باش نربطها بالضبط. فما بعض من الشباب قعد يتهجم ويتهكم شويه على اسامي في تونس، ما نجم نقولوا كان يسون ديزيكون في تونس معروفين. شنو دعوتك للشباب هذا في عود نقعدوا في اخذ ورد؟ شفنا بلاتوات وشفنا عباد تتكلم وعباد تحاول تخلي العباد تتكلم، معناها تهيش في الوضع. شنو كلمتك انت كم لمين النهدي اللي نعرفوه في تونس واللي فما حتى حد ينجم يحكي عليه على خاطره معروف، دونك شنو كلمتك انت بالنسبه للشباب هذوما اللي قاعدين يحاولوا يعملوا في حاجه اما كمان يقولوا في حاجات يمكن ماهيش قد عمرهم وماهيش قد العباد اللي تحكي عليها؟ انا نقول لهم ايش قولوا، انا الاوان باش تقولوا على خاطر سكتوا برشا يا شباب وما خليكمش تتكلموا. قولوا ميساج حتى على حسابي انا ميساج، المهم تقولوا، اما تسكتوش ما تاخذوش الراي اللي يقولكم فوالا، تسمعوش كلامك الراي يقولكم، ما تعطيوش رايكم، ما تقولوش انا مع الراي الحر، معناتها سواء كان شبابي والا الكهول والا التونسي بعد خروجه من هذه الثوره لابد انه يعطي راي حتى غلطه تو بشوي بشوي يدارك ثم ويتصلح تتصلح. دونك ما فماش تجاذبات، الكلنا نحبوا بعضنا، الكلنا احباب حتى في الدومين، يلزم العباد تقبل النقد وتقبل النقد تقبل النقد. انا نتغشش من انسان ما يقبلش النقد لانه في العهود السابقه في العهد البرجيبي في عهد بن علي ما كانش حتى السلطه ما كانت تستقبل النقد. تويك انا الاوان بعد الثوره باش الناس كل تقبل النقد، وخاصه الفنانين يلزمهم، سامحوني في الكلمه اللي باش نقولها، راني انا انسان معناتها لساني داير برقبتي، راني نقول اقول كلمتي وانا على عين المكان. لا قلبك على لا ما نمشيش ما هنا في تونس القول راني نقول، وخذوها معناتها بصدر رحب، خذوها ان راهي توجيهيه وكلمه معناتها صادقه وخارجه من الاعماق وبناءه سورتو البناءه. ميرسي بوكو لمين. مش خلي لي كلمه الختام، نحكيو على ليل على دليله، نحكيو على العروض هذه الكل ونحكيو على مستقبل ليل على دليله زاده في كلمه الختام. حبيت بالمناسبه نحيي صديقي زاد اللي كتب معي هذه المسرحيه سي محمد فريقي، نحيي كذلك المخرج سي محمد علي النهدي اللي كل يعيش اللي كل مره تجمعني به، الفريق التقني اللي مصاحبني الكل بما فيه وليد النهدي وصديقنا معناتها اللي قاعدين ينظم لنا في العروس سي مهدي، ومعناتها وحيده الفرشيشي كذلك مصاحبتنا كذلك في الامور التقنيه سي صابر المشتي. الحق معناتها رغم التعب ورغم الارهاق ولكن عاملين مجهود كبير. حبيت نشكركم انتوما، نشكر معناتها الناس اللي يسمعوا فينا اللي هما معناتها كل اللي توا ظهر لي قاعدين يخموا كيفاش اللي ما خذاش تيكي نتاعو قاعد يخمم. امشيو وجيبوا عائلاتكم، انا نقول لكم جيبوا عائلاتكم، وخاصه نقول لكم انا المسرحيه هذه راهي شوف المسرح نتاع الامين النهدي الحاجه اللي باهي فيه ماهوش ماشي الى صنف معين من سيبل للتونسي للكل معناتها الشرايح الاجتماعيه الكل والاعمار الكل، يعني خصصنا جزء لا باس به من المسرحيه موجه الى الاطفال مثلا للطفل، لانه كما تعرف الطفل في تونس راهو حقه مهضوم من جد معناتها عربيا هو حتى عربيا حقه مهضوم، والدليل على ذلك ان رجعوا الى افتح يا سمسم لكن المزارع عادي فيه عادي فيه فهمت، لانه ما فماش حاجات جديده معناتها حاولنا احنا جاهدين باش نخليه تقريبا ربع ساعه موجه للاطفال ثم الى الشباب والكهول وحتى العزيزات. انا نقول للناس كل نقول لك معناتها اللي يحب يعمل نخيبو كادو بو سي بارون يجيبوا الليله يتفرجوا والا غدوه والا في العرض نتاع يوم 22 في الحمامات. ومرحبا بكم. واضح مرحبا بك. ميرسي بوكو لمين، شكرا على تلبيه الدعوه سورتو اللي اليوم تعرض. دونك اليوم 31 جويليا في مهرجان نابل الصيفي، غدوه زاده كيف كيف 6 اوت في صفاقس، 8 اوت في بنزرت، 22 في الحمامات، 30 اوت في كارتاج بيان سور، واكثر فما اكثر عروض دونك تلقاهم تنجموا تدخلوا على سور انترنت تلقاو العروض الكل بيان سور. ميرسي بوكو شكرا ليك. يعيشك بارك الله فيك. ان شاء الله عرض اليوم يتعدى محلاه ان شاء الله. كيف دونك احنا مازلنا متواصلين بالموزيكا شويه اخر زاده باش نرجعوا للزابينغ نتاعنا. سفيان زيدي بحذا حبيبتي خليكم معنا ريسي برونشي سور نو زوند 91.5 105.6 ولا 95.2 كاب راديو كاب اف ام. هذه هي لا تيراس حتى الثمانيه تاع الليل. كاب اف ام الكلمه ليك.